المدرسة الجدود باش نشارك الحفل هذا للمدرسة لخمسينيات المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات موريس أودان. وكنت هذه المدرسة عندي علاقة كبيرة معها، وكنت سيرتها بعد 20 سنة من هذه الخمسينيات، وكنت طلبت باش نحضر في هذا الحفل هذا باش نشارك كل الأساتذة كل العمال كل الطلبة اللي تكونوا في هذه المدرسة. اليوم إبرام اتفاقيات مع المؤسسات خاصة، هذا كذلك عنده أهمية كبيرة ويساهم في التوصيات والتعليمات اللي أعطاهم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فيما يخص إقحام اقتصاد المعرفة، وفيما يخص كذلك لانفتاح الجامعة الجزائرية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وكل عمل اللي رانا نقوم به الآن في هذه المدرسة أو التوصيات اللي تعطى إلى المؤسسات الجامعية الأخرى هو اقتحام اقتصاد المعرفة واقتحام المؤسسات الاقتصادية، وهذا تدخل في التحدي لرفع انشغال ما هو تشغيلية خريجي الجامعة.